اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إننا نؤكد دائما على الحوار وعلى السلام، ليس هناك ما هو أروع من السلام الذي يفتح آفاقا جديدة أمام المتحاورين. لكي يحلوا هذه المشكلة التي ستصل فعلا للأبرياء قبل المتهمين، السياسيين دائما يهربون، يوجدون المشاكل ولكن يتركون انعكاساتها السلبية على الأبرياء. نحن دائما وباستمرار مع الحوار. ليس هناك ما يستحق فعلا أن نعاقب هذا الشعب إلى درجة الحرمان. هو فقير ونضيف له فقرا إلى فقر، هم يعانون فنضيف لهم معاناة إلى معاناة. اللهم أسألك الأمان قبل الإيمان. 33 سنة من الحكم، هكذا يقولون على علي عبد الله صالح. كم هو مظلوم هذا الرجل حينما ننظر إلى الماضي. ألم يكن الحزب الاشتراكي قد حكم 30 سنة في الجنوب من هذه الفترة المحسوبة عليه؟ وما الذي خلفه؟ ترك المحافظات الجنوبية كما خلقها الله، باستثناء أنه وحد هذه الإمارات. لم يكن هناك شيئا جديدا يستطيع أن يقول بأنه قد حققه أفضل من علي عبد الله صالح. حكم علي عبد الله صالح طيلة هذه الفترة حتى 97 بشراكة حقيقية مع الإخوان المسلمين، وبينهما الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر وعلي محسن صالح. هؤلاء كانوا شركاء، بل هم حكاما قبل أن يكون علي عبد الله صالح هو الحاكم. إذن من هذه 33 سنة نجد بأن معارضة اليوم كان لهم فيها سهم الأسد، لا يستطيع أحدا أن يزايد على أحد. الشيخ الحزمي رضي الله عنه الذي كان يزوج البنات من 10 سنين، بالأمس أصدر فتوى يكفر 500 عالم من علماء اليمن، 750 أو يزيدون قليلا أو ينقصون قليلا، المهم إن هذا العدد من العلماء. أنا أؤكد بأنه لا يوجد حتى 5% منهم في الحزب الحاكم، هم عادة مستقلون وأصحاب كلمة متوازنة. لم نجد في بيانهم فعلا ما يدعو إلى الأسف. الشيخ الحزمي ينكر القرآن وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، هذا كلام لم يأتوه من عندهم، هذا من كتاب الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. الشيخ الحزمي ينكر القرآن ويقول إن العلماء خرجوا، هل هذه الآية هي من عند الله أو أنهم جاءوا بها من هذه الجهة أو تلك؟ هذا كلام الله. يا حزمي راجع نفسك، الله أكبر، أين ستتجه غدا؟ أكل هذا من أجل أن تكون وزيرا؟ سنعطيك الوزارة بدون ما تكفر الناس وتكفر العلماء. راجع نفسك، أنا عند الله وعندك. شطحت وأنكرت القرآن، وأزدت لهذا أنكرت السنة النبوية. سبقوك العلماء إلى الآيات وسبقوك إلى الأحاديث والسنة، فأستدلوا بها في بيانهم ولم يتركوا لك سوى الهرجلة. يا إخواني، هناك ثوابت وهناك متغيرات. هناك ثوابت يعني إننا لا نقتل بعضنا البعض، لا نكفر بعضنا البعض،
أنا سأقرأ على الشيخ الحزمي بعض الآيات، مش بعض الآيات، بعض النقاط حول الفساد. أقول له: اتفاقية الأسماك، اتفاقية الأسماك، هذا التصريح الذي منحه وزير التجارة بافضل للشيخ عبد المجيد الزنداني وهبر بمقتضى 25 مليون دولار من النساء والمساكين الذين اعتقدوا بأنهم سيشترون الجنة، يعني سيجمعوا بين الدنيا وبين الآخرة. 25 مليون دولار أين ذهبت؟ وما هي محصلاتها النهائية اليوم؟ بس للتذكير فقط، لأنه موضوعنا في مهم، يعني في قضايا مهمة سأقرأها عليكم اليوم يا إخواني الصحفيين وأخواتي الصحفيات. أكبر عملية فساد في تاريخ اليمن الحديث والمعاصر، ألم تكن حرب الانفصال؟ كم استهلكت، كم قتل فيها من الناس، كم استهلكت من الإمكانيات، كم دمرت من الطاقات. إذن تحولت مهمتنا إلى إعادة بناء ما دمرته الحرب، بدل ما نبني التنمية والاقتصاد ونرفع على الناس. الفساد لم يكن فعلا، يعني الانفصال لم يكن فسادا بعد الوحدة وبعد الانتخابات الديمقراطية الحرة التي عرفناها لأول مرة في تاريخ اليمن الحديث والمعاصر في 93؟ من الذي قبل ومن الذي رفض؟ ارتفع الإصلاح من الحكم، من المعارضة، هو ما كانش معارض أصلا إذا افترضنا أنه كان معارض، إلى الحكم، ونزل الاشتراكي درجات، ومع ذلك ما قدرش يتحمل. شوف السلطة كيف هي، يعني عندما تكون السلطة بأيدي الآخرين نشوفها بأنها غنائم ومكاسب، لما تكون بأيدينا نشوفها شيء آخر. ما عمشيش نفلتي، وليش نحن تزعلوا مننا لما نقول ما ننزل إلا من الصندوق؟ ليش؟ ألم تكون أكبر عملية فساد قيمي وأخلاقي هي الفتوى التي أصدرها الشيخ الجليل عبد الوهاب الديلمي وزير العدل حينها؟ أباح الدماء الجنوبيين، إذا كانوا اليوم يشكو من أن أراضيهم نهبت، فإن هذه الفتوى قد خرجتهم من الإسلام. لماذا نزايد على بعضنا البعض؟ يقول لك: خاطئة اليوم لا خاطئة الأمس تضحك على خاطئة هذه السنة، وخاطئة الثلث تقول مو مع الناس يا ناس، هذه قنسة معملة، هاي تقول مو مع الناس يا ناس. يا إخواني، ما بوش حد أحسن من حدنا عند الله وعندكم، راجعوا أنفسكم. أكبر عملية فساد تحويل الجنوب إلى مزارع خاصة. الفضلين مسك النص وما بقى، وزعوا منه الذي وزعوه؟ علي محسن الأحمر على الإخوان المسلمين أولا، وعلى بقايا والأتباع ثانيا، وعلي عبد الله صالح ما قصرش، يعني ما قصرش، يعني لا بقده للناس مثلا، أنا أسوة بفلان أسوة، وهكذا. مخجل أن يتحدثوا عن الفساد وهم الذين نهبوا البحر بأسماكه وشواطئه، والجو باتصالاته ونجومه. هاي غير مملكة، مش أنت الذي ملكت المريخ، قام لكم من قبلك الأرض، طلعوا سماء. والبر بحدائقه وصحاريه ومزارعه. إذن مو قال الفضلي، أنا قال حق مين هنا؟ لا قبل شمسة، وهو حقه قمعوا صك فيها. من الذي سعاله في هذا الصك؟ المهم حصلت ما حصلت، ما عنديش نبيش في الماضي. أنا أعود إلى موضوعنا في المؤتمر. بالأمس قال الدكتور ياسين سعيد نعمان الذي نحبه والذي راجعنا: يا أخي أصحابك بنشغلهم، ما فيش داعي تجلس تدعي الله أن يسقي بني سلامة. بني سلامة ذولا شو يأكلوا الأخضر واليابس،
أقا ودى شهادة زول. قال يوم ما عاد علي عبد الله صالح وقفت. إيش الذي وقفت؟ المفاوضات السلمية. أنا سأقرأ عليكم اليوم رسالة الأخ الجليل محمد قحطان لتعرفوا من الذي يوجه هؤلاء الشباب. شباب يعني ثورة الشباب وكلام، لكن من يوجههم؟ واحد في الإصلاح يمتلك حق توجيه هؤلاء كلهم ويقرر أين سيكونوا وماذا سيكونوا في الغد. وأنا سأقرأ رسالة محمد قحطان وأوزعها عليكم الآن لكي تكونوا على اطلاع وعلى علم من الذي قتل الشباب في 18 ولماذا. هذا اليوم كان المؤتمر يعني كان في مناقشة لحقوق الإنسان، وقالوا لا نستطيع أن ندخل إلى ما نريد إلا في بحر من الدم وتحت أفق مشتعل بالنار، ولكن لا نتحمل نحن عواقبها، نحملها هذا الرجال الذي قد سحقته العنف وقدوا بالرياض ما رحموش. شوف أنا سأقرأ رسالة الأخ الجليل محمد قحطان عليكم. المهم يعني قد نحن أصحاب ولا قلنا واحدة واحدة ما هوش بطال. أين هي الرسالة يا وليد؟ لا يكون قد سللت لها يد الغدر. امسك 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 امسك. دخلت لها الملف. لا والله اللي